كلؤلؤ مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني أخي في الله ما من مصيبة تصيب الإنسان فينزلها بالله سبحانه وتعالى إلا أحسن الله له الخلف منها وعوضه خيرا منها. لا تيأس ولا تحزن وكن مع الله سبحانه وتعالى ولو أصابتك مصائب الدنيا كلها فما عند الله أعظم مما تتصور. وقد يأتي الخير من شر تصاب به. فأوصيك أخي بالله بقوة الثقة في الله سبحانه وتعالى والاعتصام بالله، والاعتصام بالله ألزم ما يكون في الشدائد، والشدائد عند المصائب والمصاعب والمكائد. فلما نزلت بك هذه النازلة لا تعطيها أكثر مما تستحق. من قال إن سعادة الدنيا موقوفة على شهادة الثانوي ولا المتوسط ولا الجامعة؟ من قال إن سعادة الدنيا موقوفة على مال؟ من قال إن سعادة الدنيا موقوفة على منصب؟ والله إن السعادة لا تكون بشيء أعظم من تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون ولن تكون بدون التقوى. فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. أوصيك أخي بالله أولا أن تصلح ما بينك وبين الله عز وجل بقوة اليقين فيه سبحانه. وأوصي إخواني وإخوان أن يصحوا من ابتلى بمثل هذه الأمور سواء في الوظائف أو في الدراسة أو غيرها، أن يذكرون بهذا الأصل العظيم، وهو أنه في الله عوض عن كل فائدة، وأن الله يجبر الكسل ويحسن العاقبة والذخر ويعظم المثوبة والأجر، وهو ربنا المتولي لأمورنا، نعم المولى ونعم النصير. تأمل رحمك الله إذا كان الذي يتولى أمرك هو ملك الملوك وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين والذي لا منتهى لكرمه، فكيف يكون حالك؟ من وثق بالله جل جلاله وصدق مع الله صدق الله معه. كل مصيبة تصاب بها في الدنيا إذا أحسنت الظن بالله عز وجل في عاقبتها فلن ترى إلا حسن العاقبة، لأن الله يقول في حديث القدسي أنا عند حسن ظني عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له. فإذا نزلت المصيبة بالإنسان في نفسه وماله وأهله وولده فظن أن الله سيخلفه سيخلف الله عليه، لن يخيبه الله إذا صدق مع الله وكان موحدا، فاعتقد في قرارة قلبه أن الله سيجبر كسره سيجبر الله كسره. ولذلك أوصيك بهذا الأصل العظيم هو توحيد الله، وهذا الشأن في كل مصيبة تصيب الإنسان أنه لا يتلقاها بالجزع ولا بظن الفشل. لم تكن الدنيا ولا أهلها يملكون لأحد نفعا ولا ضرا من دون الله، لم يكن ذلك ولن يكون، لأن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، قل يخاطب نبيه، إن بصيغة التوكيد الأمر جميع ما في هذا الأمر أوله وآخره وظاهر أي أمر بك كله لله، فهو الذي قدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فإياك أن تضعف، إياك أن تحس أن الشهادة هي كل شيء، أبدا. البعض النجاح يريد الشهادة نسبة النجاح، فإذا لم يحصل عليها أصابه الهم والغم والحزن. والبعض يريد التفوق في النجاح فيريد الامتياز بدرجات أعلى وأسهم، والبعض يريد أن يكون نحو ذلك. يا أخي لا تزعج نفسك ولا تضيق على نفسك، والله وسع عليك. أخي كن مع الله وارضى بقسمة الله جل جلاله وفوض أمرك إلى الله، خذ بالأسباب واطلب النجاح واطلب أن تكون على أحسن الأحوال وأكملها، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا غاية رغبتك.
من الذي قال لهؤلاء الذين لا يخافون الله, أن من لم ينجح, ولم يحصل على النسبة الثانوية أنه لن يوفق في دينه ودنياه وآخرته؟ أعوذ بالله, من قال هذا؟ أبدا والله ما كان هذا ولم يكن. وخيار الأمة ما درسوا في الثانوية, وسعداؤها وعظماؤها ما درسوا في الثانويات. والآن تجد من خيار الناس وأفاضل الناس في دينه ودنياه ومع ذلك لم يقرأ حرفا واحد. موجود هذا, أمي لم يقرأ ولم يكتب وليس عنده أي شهادة, وهو يفوق الناس في فضله وشرفه ونبله. هذه كلها أوهام عند الناس, والوهم لا يؤثر في الحقيقة. الحقيقة أن مرد الأمور كلها لله جل جلاله. إياك أن يقول لك أحد بنجاح أو فشل بغير الله وبغير ما بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه النجاح والفوز أو أنه الفشل والخسارة. إذا قلت بغير هذا, من قال بغير هذا ما صدق, ومن قال بهذا فقد بر وصدق. النجاح كل النجاح, والفلاح كل الفلاح, والربح كل الربح. أن تصلح ما بينك وبين الله, أن تكون وليا من أولياء الله, إذا دعوت الله استجاب دعائك. النجاح كل النجاح إذا أردت أن تبحث عنه. والسعادة فانظرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: لا يزال عبدي يتقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ورجله التي يمشي عليها, ويده التي يبطش بها. ولئن سألني, هذا هو النجاح, ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه. من هو هذا الذي إذا استعاذ بالله أعاذه, وإذا سأل الله أعطاه؟ قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. مدفوع بالأبواب, يأتي من أجل واصل دراسته يطرد, ما عندك شيء. يأتي يبحث عن وظيفة يطرد, ما عندك شيء. مدفوع بالأبواب, لو أقسم على الله لأبره. ما الملك إلا الجاه عند الله, الجاه عند الله خير جاه. أي جاه أعظم من أنه إذا قال يا رب فتح له أبواب.